اجتمع معالي المشيرة ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في فندق ريتز كارلتون مساء اليوم مع الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في فعاليات المنتدى 11 مؤتمر حوار المنامة 2015 للأمن الإقليمي. وخلال الاجتماع رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القيادة المركزية الأمريكية، كما استعرض معه العلاقات القائمة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده هذه العلاقة من تقدم في عدد من المجالات، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.